أهلا بكم في بوابة الغرب الإفريقي تيندوف، وهذا عدد جديد من برنامج صريح جدا. أرغم عشرات أساتذة التعليم الابتدائي إلى الخروج إلى الشارع بعدما سدت جميع أبواب الحوار في وجوههم. نقف اليوم لنرصد واقع وظروف التعليم الابتدائي في الولاية، وكذا ننقل أهم مطالب هؤلاء الأساتذة بدون إطالة. تفضلوا معنا. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، نحن أساتذة التعليم الابتدائي بولاية تندوف قمنا اليوم بوقفة احتجاجية أمام مدير التربية، وهذا تلبية للنداء الوطني الذي قام به كافة أساتذة الوطن، وهذا من أجل المطالبة ببعض المطالب الوطنية، ومن بين هذه المطالب الوطنية التخفيف في الحجم الساعي، وأيضا المطلب الثاني النظر في المناهج التي أثقلت كاهل الأستاذ والتلميذ. راه عندنا مطالب مشتركة وطنية رانا ذكرناها من قبل، وراه عندنا المحلية، احنا اللي وقفنا عليها عند أمام الولاية هذه راها المحلية، ما راهاش الوطنية، الوطنية وقفنا عليها عند أمام التربية. هنا المحلية بما فيها الهياكل المدرسية اللي راها عندنا ضايعة، راها طاولات مكسرة، المطاعم كارثة. نحن كأساتذة التعليم الابتدائي في ولاية الجنوب خاصة لدينا كثير من الانشغالات، هذه الانشغالات هي محلية. ورانا نطالب بأول شيء بتطبيق التوقيت المستمر، ثاني شيء لدينا مطلب رئيسي ومطلب لا بد بتطبيقه على الصعيد الوطني، وهو نمذجة المذكرات. كيف بأن الوزارة تصدر مراسيم وتقول بأن هنالك مدرسة حديثة في الدولة الجزائرية، لكن للأسف نجد مفتشين يتكلموا ويعملوا بعكس الواقع. نحن الأساتذة واقفون اليوم نحتج وبشدة على الوضع الحالي الذي يعانيه الأستاذ خاصة في الطور الابتدائي، من ضغط وتكثيف للبرنامج ومهام كثيرة تثقل كاهل الأستاذ حتى يؤدي مهامه ويبقى دائما هو في آخر قائمة بالنسبة للأطوار الأخرى. لأن الأستاذ إذا لم تتوفر له ظروفه وتعطى له حقوقه فلا يمكنه أن يقدم المردود، ونحن بصفتنا نريد أن نقدم المردود للتلميذ، ونريد أن نعلم التلميذ ونربي التلميذ كما هو مذكور في المادة 41. ومطالبنا، هناك مطالب وطنية ومطالب محلية، بحكم خصوصية المنطقة نذكر منها المطالب المحلية، وهي التوقيت المتواصل، يعني نحدو حدوى ولاية أدرار، التوقيت المتواصل يعني من الساعة 8 إلى الساعة 1:15، بحكم خصوصية المنطقة والحرارة ناهيك عن نقص الأجهزة من مكيفات وما إلى ذلك من الأجهزة المعروفة أمام الداني والقاسي، زد إلى ذلك التخفيف والمطالب الوطنية منها تخفيف الحجم الساعي، نمذجة المذكرات، تخفيف المناهج التي أثقلت كاهل الأستاذ. المطالبة بالتصنيف الوطني مش مطلب، هذا حق رانا نطالبوا فيه، وهذا حق عند الوظيف العمومي، عند الوظيف العمومي حامل شهادة ليسونس راه في المرتبة 12 على الاقل، راه في المكتبه 12، عند الوظيفه عند التربيه الوطنيه ديك اللي كان في 11، مش فاهم عليه. السكن الوظيفي، لان اغلب الاساتذه راهم يعانيوا من هذا المشكل، وهذا هو كذلك من بين المشاكل والعائق الذي تسبب في تردي المردود. هو اكتظاظ في الحجم الساعي، ما يسعفش التلميذ على الاطلاق، نعطيني اي صاحب عقل انه ينظر للولد ويمشي 8 الصباح يخرج 5 الليل، وينتظر ليكور العشيه عاود المقاجع مع بعديها، بلا أنه كان المواد الثانية والأمور الثانية. الاكتظاظ كذلك الموجود في الأقسام، يعني 45 تلميذ في قسم، يعني تحت عدم وجود مكيف هوائي، هذا الشيء صعب جدا بالنسبة للتلاميذ. زيد إلى ذلك الحجم الساحي كذلك يجب أن يقلص، تطبيق كذلك يجب أن تطبق عملية التوقيت المستمر كما طبق في ولاية أدرار، إذا لا محالة أن يطبق هنا، ما الفرق؟ الآن مطالبنا هي المشاكل، أولا يحلون مشاكلنا المحلية هي التوقيت، نريد التوقيت المستمر، عندنا اكتظاظ في البرنامج. عندنا التلاميذ هما الضحية، هذا الوضع لا يخدم التلميذ لا من قريب او بعيد، احنا نشوف الرد اولياء التلاميذ يعني رد ايجابي، انهم يطالبوا ان التلاميذ تاعهم يقروا يكونوا في المدرسه ما يكونوش في البيت او في الشارع او في مكان اخر. والتوقيت نطالبوا بالتوقيت المستمر،
تخفيف البرنامج. عندنا برنامج نقرر كاع المواد، رانا عندنا الحجم الساعي بزاف فوق طاقتنا، راهو فوق طاقتنا. حتى التلاميذ لقيناهم باللي ما عندهمش، ما يستوعبوش، ما مش يرفدوا هذا الجي، ما مش يرفد والو من هذا التعليم. معناها لا برنامج مكتظ، المحفظه مملوءه من الادوات، لا قلت الفائده والنتيجه. من بعد الاساتذه التعليم المتوسط يقول لك التلميذ راه يطلع لنا ما هو فاهم والو، راه كيفاش ما يفهم هذا البرنامج؟ ما يفهموش. استاذ تجيبو يقرا هذا البرنامج ما يفهموش، لانه التلميذ من يقوى عليه الحجم الساعي في الدراسه اولا لا يستيعب، ثم ثانيا هو التركيز، يذهب عنه التركيز. من يذهب الاستيعاب ويذهب التركيز، التلميذ بطبيعه الحال لا يستجيب للدروس ولا يستجيب للافكار، وبالتالي النتائج راهي تسقط. هذه اللي غادي نتكلموا عليها، وخاصة ولي التلميذ لازم يكون يعرف هذا المطلب نتاع الأساتذة.